عندكم الجنط الهوك الامامي جايب اللون الاحمر، ويجي عليها هيدروليك ووطيات وكفرات نص حجريه. طبعا ما ننسى الباج اللي يجي على الرفرف الزد 71، هذا برضو يميزه. اللمسات الكروم اللي تجي عليه جايه باللون الغامق زي ما تشوفون، عكس باقي الفئات. وفيها هيدروليك، هذا اللي هو الالس. طيب الان بنبدا لكم مواصفات الماكينه والجير، نفتح الكبوت ونسولف لكم عن الماكينه والجير. طيب عندكم مواصفات الماكينه والجير، عندكم الماكينه 8 سلندر 5.3 لتر بقوه 355 حصان، اما بالنسبه للجير فالجير بيكون 10 سرعات، الجير الجديد اللي صار يجي على الجي ام بشكل عام اللي هو تعاون مع فورد وجي ام. طبعا السياره فيها دبل دفع خلفي، دبل ثقيل، دبل خفيف واوتو. تشوفون المساحه بين الشبك والريديتر، شوفوا الريديترات، شوفوا المساحه هذه. نبي نشغل لكم الان الاضاءات ونذكر لكم المواصفات العامه اللي تجي على السياره. لكم هذه الاضاءات الاماميه زي ما تشوفون، فل ال اي دي، اربع حساسات اماميه، برضو في كاميرا اماميه بما ان السياره فيها اربع كاميرات. وعندكم هذا شكل الجنط زي ما تشوفون، مقاس الجنط 20، إشارة على المراية، دخول ذكي على الأربع أبواب، بطاقة صرفية الوقود زي ما تشوفون 9.8 يمشيك اللتر الواحد 9.8 كيلو. وهذا عندكم الموتر من الخلف، طبعا تقدر تفتح القزازة الخلفية لحالها، تقدر تفتح الشنطة كاملة. أربع حساسات خلفية، كاميرا خلفية، بالنوافذ في الاوتو، سنتر لوك على الاربع ابواب. عندكم المراتب الوسطية زي ما تشوفون متقدمة، الميزة هنا انك تقدر تقدم وترجع المرتبة نفسها، وبرضه الظهر. الان ابي اركب وارجعها بس، لان اكيد ما راح اقدر اركب كذا. طبعا رجعنا الحين المرتبة، في تكاية وسطية بحملات اكواب بس الموتر عليه قراطيس. الوكالة، هذا عندكم التحكم بالتكييف مع تسخين المقاعد الامامية، منافذ تايب سي، وعندكم برضه منفذ 110 واط. الموتر من الخلف، سقف البانوراما، طبعا النظام الصوتي اللي يجي على السياره نظام فاخر، نظام بوز. بك على الاربع ابواب، النوافذ الاماميه فل اوتو، عندكم ذاكرتين لحفظ وضعيات المقاعد، صفط المرايات كهرب، سنتر لوك للنوافذ، تحكم بالمرايات كهرب. وعندكم مرتبه السواق كهربائيه بثمان وضعيات مختلفة، طبعا المراتب جلد. تسمعون صوت المكيف قوي لأن في حساس، إذا كان الجو حار يشغل لك المكيف، ترى الآن يشغله أقوى شيء، بعدين شوي شوي يبدأ ينزل المكيف لين تصير داخلية الموتر أو الكابينة تصير باردة. أخذت من النظام الصوتي برضو هنا. عندكم أزرار الفينجر بريك، وضعيات القيادة، هذا تحديد المسار، الحساسات ستارت ستوب، وكهرب المقطورة، إذا ضغطت هذا الزر يشغل لك كهرب المقطورة. عندكم الرباقات الجانبية تطفيها من هنا، نظام النزول من المنحدرات، التراكشن، هذا عندكم وضعيات القيادة مع زر الهيدروليك، وهذا الدبل. طبعا عندكم الأوتو، الدفع خلفي، فور هاي فور لو، وهذا تتحكم بالإضاءات والمقطورة. الدركسون كهرب بأربع وضعيات مختلفة. الآن أبي أشغل الموتر، برفع الهيدروليك، الموتر زي ما تشوفون الآن نازل، شايفين الموتر نازل، برفع الهيدروليك أعلى شيء. أوتو إن، طق. الآن شوف فصل تراكشن شبك الدبل، قبل شوي شوفوا الان بيرتفع على اعلى شيء، لازم يكون على الفور لو. نبي نشوف اعلى شيء، بدا يرتفع له، خذ وقت عشان يرتفع. اسمع صوت البالونات، صوت الماطور وهو ينفخ،
والله فرق صراحة فرق. شوفوا كيف الموتر ارتفع وجهه بزيادة، صار الموتر رفيع. شوفوا الآن بنزل الموتر على الوضعية الطبيعية، هذا الآن الموتر بيكون على الوضعية الطبيعية. اللي مو بنازل الهيدروليك على أعلى شيء اسمعوا قام ينسم الآن. فهذا نظام التعليق فيه الارتفاع والنزول بلونات، بلون اسمعوا الآن قاعد ينسم. بس ياخذ وقت ما ينسم على طول، ما ينزل الموتر على طول، هذا عيبه. مو مثل اللكسس واللاند الرينج باقي السيارات اللي فيها هيدروليك، هنا ياخذ وقت.